ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب، توقعات السبت الموافق 25 مارس، 25 اذار، 25/3/2023. النهاردة بحذرك من النفقات اللي ممكن تبقى بتتكبدها كتير، عداءات في اليوم ده. مش بنظرك النهاردة بصعوبة مالية، ممكن تبقى مش عارف ازاي تنفق اموالك بطريقة مش حكيمة. اكتر هتبتدي تجري محادثات شيقة جدا مع شخص انت بتعرفه، حتى لو كنت مش بتعرفه من فترة طويلة، من فترة مؤخرة هتأدي لتواصل مع اشخاص من بيئتك القريبة لأحداث كتيرة فيها توترات قصيرة جدا بالنسبة لك. هتجيب كتير من التغيرات في حياتك، هتاخد قرارات هتبقى بتتعلق بازاي تغير سلوكك وازاي تدركه بنهاية الاسبوع اللي جاي. النهاردة هيجيب مناسبات مختلفة، مش مجرد رغبة، في انك تقابل اشخاص مفيدين ومهمين لشؤونك. هتكون في اجتماعات، في زيارات لاسباب اسرية كتير، هتبقى خارج التزاماتك في الفترة دي. يوم السبت هيكون في كتير من العمل والمهمات اللي بتطلب منك انك تكملها خلال اليوم ده. يوم السبت هتعرف تتوجه بكل انتباهك لأنشطة كتيرة فيها اجتماعات، فيها تجمعات ممتعة جدا. هتعرف تتواصل بشكل حلو مع كل الأشخاص اللي حواليك اللي هما في الغالب على مسافة قريبة جدا منك. هيكون اليوم مناسب لو حبينا ننمي كل العلاقات الشخصية اللي عندنا وكل العلاقات العاطفية، خاصة اللي بتتعلق بالصحة. هيبتدي يحصل النهاردة مرض في حياة امرأة قريبة مننا، ممكن يبقى بيزيد سنها عن 35، هنتفاجأ انها تعبانة شوية. هتعاني النهاردة الشابات من حالة من الذعر والخوف والمواقف العصبية اللي بتبقى في يومهم اللي هتمر بسرعة، فما تقلقوش. هيكون في مشاكل في الأسرة بسبب الممتلكات، وفي إمكانيات تطوروا من نفسكم وتلاقوا الحل المناسب للمشاكل دي. هتقضوا النهاردة كتير من الوقت في أنكم تعرفوا إزاي تنظموا نفسكم وإزاي تنظموا الشغل بمستندات وأرشيفات شخصية واضحة جدا وثابتة جدا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.